أول محطاتنا مشاهدينا لليوم رح نروح لعالم الفن التشكيلي، ومحطتنا رح نترافق فيها بمساحة لونية لتجارب مجموعة من الفنانين التشكيليين التقت في المركز الثقافي العربي في منطقة أبو رمانة تحت عنوان قافية الطوفان، وجسدت ملامح من ذاكرة ومعاناة وتراث الشعب الفلسطيني. للحديث أكثر حول هذا الموضوع بثرنا نرحب بالفنان التشكيلي رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين محمد الركوعي. يسعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا. صباح الخير لكم، صباح الخير لكل المشاهدين. أهلا وسهلا أستاذ محمد، يسعد صباحك. يسعد صباح. دائما نحن متعودين على الجديد بأعمالك وبشغفك وبالمساحات اللونية. خلينا هيك معك نروح لهذا المعرض الجميل ولقافلة الطوفان، خلينا نغوص ضمن المساحة اللونية. قبل 10 أيام تقريبا تواصلت معنا وزارة الثقافة بنعمل ملتقى من 6 فنانين، فجمعنا 6 فنانين وفنانات، رسمنا أعمال فنية مباشرة في مركز الثقافي أبو رمانة. بعد ما أنجزنا هذا العمل دعينا لعمل معرض تحت اسم قافية الطوفان برعاية وزارة الثقافة، كان امبارح الافتتاح. المجموعة الفنانين حوالي 25 لا 30 فنان و 31 لوحة. حلو. احنا عملنا 36، 6 للفنانين المشاركين بالملتقى و30 عمل لفنانين اخرين اضيفوا الى الملتقى لنعمل اللي هي قافية الطوفان بمناسبة اكثر من 400 يوم حرب على قطاع غزة. وقف يعني كتب الكاتب الكبير غسان كنفاني، نكتب بالدم بالدم نكتب لفلسطين. الفنانين امبارح كان باللون وبالدم نرسم لفلسطين، كان هذا يعني شعار معظم الفنانين. حلو هاي العبارة، دي اليوم بتعبر عن إصرار الفنان الفلسطيني لتوصيل رسالته. يعني احنا بالخارج المناطق الحرب في سوريا كل تعاطفنا وكل مواقفنا مع المقاومة ومع صمود شعبنا بفلسطين، عشان هيك يعني نرسم بالدم لفلسطين. يعني يمكن كان امبارح اللون الأحمر هو أكثر شيء طاغي على هو المشهد العام. أستاذ محمد اليوم تحية للشهداء، أكيد لأرواح شهداء فلسطين، وأكيد نحن نتمنى الشفاء العاجل للجرحى. ودائما نحن أنا بكل لقاء بقول لك بتمنى نحن نلتقى بصورة النصر ورسم لوحة النصر، فيا رب. كان المعرض يعني له أهمية كبيرة، بحيث أنه يعني الوزير الأول مرة وزيرة الثقافة بتحضر الافتتاح وبتتعرف على الفنانين الفلسطينيين. عرفناها على كل الفنانين الفلسطينيين بالمعرض. كان كل المعرض في لوح الرسومات كلها عن تحية للشهداء وصمود الشعب الفلسطيني بالداخل. عم نشوف بعض اللوحات وعم تجسد ايضا من خلال هي اللوحات اللي عم نشوفها على الشاشه كمان صوره المراه الفلسطينيه. خلينا نحكي عن اكثر عن اهميه هذا الملتقى، قديش له تجسيد وترسيخ بالذاكره الفلسطينيه للاجيال القادمه. الملتقى جزء من العمل، فهذا تقوم فيه وزاره الثقافه بالتعاون مع المراكز الثقافيه بدمشق وبكل المحافظات. طبعا احنا عندنا كنت انا مسؤول المنطقة، فاخترنا 6 فنانين رسمنا وحكينا بانه يكون هذا يعني عن قافية الطوفان، عن فلسطين. المعرض فعلا كان اول لوحة يمكن تظهر لإلي عن كيف المرأة الفلسطينية الحاضنة الوطن تحتضن كل الوطن. دائما الفنانين الفلسطينيين بحسهم بيجسدوا فلسطين بالمرأة المضحية الصبورة الثكلة أم الشهداء زوجة الشهيد، يعني دائما بنشوفها هي ضمن اللوحات الفلسطينية اللي بيرسموها كل الفنانين الفلسطينيين. خليني بارك لك بداية أستاذ محمد بانتخابك لرئيس اتحاد الفنانين التشكيليين فرع سوريا، إن شاء الله ألف مبروك. يبارك فيك، وإن شاء الله يعني من بداية تسلم لهذا المنصب
عبر انتخابات ديمقراطية حدثت بدمشق ب 28/10 وانتخبت كرئيس للاتحاد. والآن ثالث نشاط وضخم وفخم يعني للاتحاد. اليوم زادت مهمتك ومسؤوليتك بعد هذا الانتخاب. فأنا بدي أثبت الجدارة لأنه الرئيس اللي قبلي توفى، والآن احنا يعني دم جديد وهيئة إدارية جديدة، فإحنا بنقدم أشياء مميزة. نعم. بس يكون في اتحاد غير إنه يكون في أفراد، يعني لما أكيد. هيك إحنا بنجمع الفنانين، إحنا جامع للفنانين الفلسطينيين والسوريين اللي برسموا لفلسطين كمان. خطوة موفقة إن شاء الله لك أستاذ محمد. أكيد يعني حضرتك رسخت وكنت قد هذا الشيء، وسنوات الاحتلال، السنوات اللي كنت فيها حضرتك بالسجن يعني الاعتقال، أكيد رسخت فيها وجسدت اليوم لحتى وصلت، يمكن وصلت لوحاتك للعالمية عم تجسد هي الذاكرة. خلينا نحكي أكثر عن أهمية هي اللوحات، عن الملتقى، كيف كان الإقبال عليه وأيضا كيف كانت ردود الفعل عليه؟ دائما اي ملتقى بكون يعني له هدف، فاحنا يعني حققنا الهدف من خلال هذا الملتقى، من خلال هذا التجمع. فيما بعد حدا يعني طلبنا من الفنانين يشاركوا معنا بالمعرض مع الملتقى، فكان امبارح الصالة معبأة يعني لا تستطيع المشي ووسائل الاعلام موجودة. بشكر كثير وسائل الاعلام السورية اللي توقف معنا دائما بتضحيات الشعب الفلسطيني، اللي لازم بالأخير إنه لازم لو مهما كانت المذابح سننتصر لأنه موجودين على الأرض. هذا الوعد إن شاء الله نحن موعودين فيه. طبعا بدي نوه إنه الأستاذ محمد نحن مزينين استوديو صباحنا غير بإحدى لوحاته، يعني هي اللوحة الجميلة هي محطوطة ضمن الزينة أو خلينا نقول الديكور ضمن استوديو صباحنا غير. أستاذ محمد، حضرتك وغيرك من الفنانين الفلسطينيين اليوم عندكم مهمة كتير جميلة وكتير صعبة بنفس الوقت، وهي توثيق وترسيخ ذاكرة التاريخ الفلسطيني، كان من خلال الأدب أو كان من خلال الرسم. اليوم كيف عم تشتغلوا على إحياء الذاكرة الفلسطينية ونقلها من جيل إلى آخر؟ يعني الذاكرة الفلسطينية والفن الفلسطيني لازم يرسخ هذه الذاكرة، لأنه في يعني حرب ثقافية بيننا وبين العدو، إنه هو بحاول يستنسخ او يحاول يقلد التراث تبعنا والموروث، فاحنا بدنا ندافع عنه من خلال الاعمال الفنيه، بدنا من خلال الدفاع ومن خلال اظهار المآسي اللي بعيشها شعبنا اللي سببها له الاحتلال الاسرائيلي، وبنرسم الحلم اللي ممكن احنا نحلم فيه وهو راح يتحقق. معظم الاحلام تتحقق انه احنا يصير لنا يوما ما دوله، ويصير لنا اتحادات بفلسطين ونعمل معارض ونرسم زي العالم. احنا اليوم يعني ملتزمين كثير بالقضيه الفلسطينيه عبر، وانا بطلب من الفنانين انه احنا نرفع مستوى الفن بحيث انه يصير عبر بغير طريقه غير مباشره حضاريه، لانه الحرب حضاريه بين غير الحرب القتال اللي بين المقاومه والعدو، في حرب حضارية بتحدث بين بالفنون. يعني احنا لازم بالفنون نحيي الذاكرة الشعبية الفلسطينية حتى نظل متمسكين ونتذكر فلسطين. يعني مرة انا بدي اقول لك شغلة، كان طفل 3 سنوات عمره داخل، كنت عندي مركز الجليل بمخيم اليرموك، وكان شخص جاي من امريكا كبير بالعمر، دخل الولد طلب علم فلسطين، انا عندي مركز للتراث الفلسطيني. فطلع قديش عمره هذا يا دوب بحكي طلب علم، فاعطيناه علم فلسطين، قديش الذاكره، قديش هم حكيت له قصص. العدو يعني عول على الزمن انه الصغار ينسون والكبار يموتون، بالعكس الان المولود بيطلع لابس حطه فلسطينيه، فاحنا بالفن بدنا نحاول نركز على انه الفن الفلسطيني يظل ملتزم ويظل يذكر الشعب الفلسطيني بقضيته بوطنه بحق العوده بحلم العوده.
تماما فعلا. حضرتك عم بتأكد يعني انه اليوم الفن مرتبط ارتباط وثيق بالقضية الفلسطينية، عم بتعبر اليوم الفنان عم بيعبر عن آلام وآمال الشعب الفلسطيني من خلال هي اللوحات، حضرتك من خلال معارضك، من خلال هي السنوات والخبرة المتراكمة، اليوم كل معرض عن معرض بيفرق معك، هذا اليوم هذا الملتقى او هذا المعرض اللوحات اللي كانت فيه شو بتفرق عن المعارض اللي قبلها بالنسبة لك؟ بتختلف انه يعني كتير رسمين عن المذابح اللي بتصير، وهذا دفاع عن شعبنا. يعني أنا بتذكر أنه يعني كنت طالب بدار المعلمين وفنانين موجودين فيه بقطاع غزة، أول ما دخلوا الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة بال67 جمعوا كل اللوحات لأنها هي بتحرض على العدو الصهيوني، ونجم الداود بدعسوا عليها والجندي الإسرائيلي تحت وكذا، أخذوها عملوا معرض. فأنا هلأ بتوجه إنه للفنانين إنه إحنا لازم نعمل فن راقي بحيث إنه هو يكون حلم للانتصار، مو إنه إحنا يعني حققنا انتصار، إحنا لازم نحلم فيه، لازم نأكد يعني في شيء حضاري بالفن، تطوير الفن انه يكون غير مباشر، كان دائما مباشر، يتحرض علينا ضدنا يعني مثلا نجمة داود مكسرة حطوها بالكنيسة الإسرائيلي يقولوا تطلع العرب شو بتطلع علينا انه نكسرهم، لا احنا لازم نعمل شغلات تانية، نحرج عدونا بالمذابح ضد الإنسان الفلسطيني، بالمذابح اللي بتصير ضدنا، ندافع عن حقوقنا بطريقة حضارية أرقى بالفن. طيب أستاذ محمد، اليوم بلشنا بملتقى طوفان الأقصى وقلنا كانت المناسبة مرور أكثر من 400 يوم على المذابح اللاشرعية اللي كانت عم بتصير بفلسطين الحبيبة وما زالت لحد اليوم، ولكن هذا الملتقى عم يحمل رسالة مستمرة، يعني هل اليوم في تحضيرات جديدة؟ هل عم تفكروا بقصص جديدة تشتغلوا عليها؟ طبعا احنا بنحضر حالنا في معرض سنوي اسمه يوم الارض اللي هي صارت يمكن بال74 او 76 76 صار يوم الارض، فاحنا لليوم بنحييه ومن دمشق، فاحنا بنحضر الفنانين لهذا المعرض الضخم، رحنا نتعاون مع اتحاد الكتاب ونعمل فعاليات نسميها أيام الثقافة الفلسطينية، زي ما هي اليوم أيام الثقافة السورية، نعمل أيام الثقافة الفلسطينية مع الفنانين ومع الأدباء أيضا بأكثر من محافظة، فراح نخرج من دمشق. المشكلة بأنه عندنا إحنا دائما العاصمة هي بتاخذ كل شيء، فإحنا نروح على المحافظات الأخرى. بكل المحافظات الشهر الماضي كنا إحنا بحمص، عملنا معرض والتقينا بكل الفعاليات بمخيم حمص، وكثير الناس انصرت وانبسطت وكان الصالة معبأة ما بتقدر تمشي فيها. احنا بنعمل اليوم بحلب، بنعمل باللاذقية، بنعمل بمناطق الشتات الأخرى بالمخيمات. المخيم أصل حكاية، عشان هيك يعني أنا بدي أركز على أنه نذكر الشعب الفلسطيني بالفن هذا، أنه أنت إلكو احنا رح نزور يعني زرنا المخيم أولا ومخيم حمص وبعدين عملنا المعرض بالمدينة. يمكن استوحيتوا أفكار من المخيم؟ أول شيء اجتمعوا الناس كتير انبسطوا أنه كل القوى تناقشت في الهم الفلسطيني بداخل المخيم والعام، فكان يعني لقاء حميم. طلبوا قالوا ليش أنتوا ما تعملوا بالمخيم؟ قلنا لهم الدولة هي بسوريا عاملة مراكز وعاملة معارض، لا يمكن عمل المعرض بالمخيم لأنه غرفكم صغيرة، بيوتكم صغيرة، احنا بدنا نستغل إمكانيات الدولة وهناك يعني بجانبكم. وفعلا صار المعرض بصالة الشعب بحمص، وهكذا سنكرر بالمحافظات. هيك بصير تفاعل مع الشعب، شعبنا السوري اللي احنا عايشين معه، وكمان مع المخيمات الأخرى اللي في منتشرة بأنحاء سوريا. يوم الفلسطينيين رحلوا من فلسطين توزعوا، اللي كان على البحر راح على اللاذقية، اللي كان بالجبل راح على مثلا حلب، يعني هيك. فالمخيمات منتشرة، وإحنا لازم الفن الفلسطيني يوصل كل المخيمات كل المناطق بالتعاون مع وزارة الثقافة السورية أيضا اللي احنا يعني موجودين على أرضها.
استاذ محمد، من خلال تجاربك والخبرات الفنيه وايضا من خلال هذا الشيء اللي عم تشتغله حضرتك اليوم، شو بتوجه رساله لجيل الشباب، للفنانين الشباب اللي عم بيحبوا يخوضوا هاي التجربه او يكون عندهم فعلا حابين يدافعوا عن القضيه الفلسطينيه ويرسخوا ذاكره القضيه الفلسطينيه من خلال الفن؟ احنا دائما نطلع انه النتيجه هي المهمه. انا بطلب من الشباب يطوروا امكانياتهم، يطوروا قوتهم بالرسم، يعني مش اي رسم، مش اي شيء هو بخرج، يعني لازم يطور امكانياته ولازم يعرف كيف يدرس يرتفع بمستوى اللوحه ليرفع مستوى الناس لها، مو ينزل باللوحه على مستوى الناس، لازم نرفع احنا الذوق العام وانا بطلب يعني التدريب، الرسم الدائم المستمر، مش بالمناسبات، يعني الفن بده ظروفه، والظروف هي انك ترسم يوميا، ترسم ما تنقطع. فالشباب لازم ما ينقطعوا عن الرسم، لانه بعد سنه بتضل بنفس المستوى، اذا كل سنه بترسم يومين ثلاثه بتضل بنفس المستوى، بس اذا انت بتداوم. يعني انا يعني الان بالسبعينات انا كل يوم بروح على مرسمي، هلا رايح على المرسم انا بعد ما اترك المقابله، وكل يوم برسم، كل يوم برتب حالي. فهذا نداء للجميع انه هو يستمر، لانه راح يشعر بالتطور الفن تبعه حتى يوصل لمستوى، لانه مش كل لوحه هي بدها تنعرض. كمان احنا في لجان بتطلع على اللوحات، فاحنا ما بنقبل اي شيء عشان نرفع مستوى الفن. المطلوب رفع والتدريب للفن لكل فنان شاب. أكيد أستاذ محمد، اليوم كان في محاولات كتير للكيان الصهيوني بسرقة مثلا خلينا نقول الذاكرة الفلسطينية، الرموز الفلسطينية، العادات، حتى الزي الفلسطيني راحوا لسرقة بعض منه. اليوم مهمتكم كتير كبيرة بتوثيق هاي الرموز ضمن ملتقى الطوفان، خلينا هيك من خلال حضرتك نعرف شو أهم الرموز اللي كنتم مركزين عليها، مفتاح العودة، سك الملكية، الكوفية، هدول القصص. يعني عدا الفنون في الذاكرة الشعبية اللي هي الثوب الفلسطيني، التطريز، المأكولات الفلسطينية، هي يعني على فكرة المأكولات في منطقة الشرق الأوسط يمكن من أرقى مأكولات العالم، اللي هو بلاد الشام. احنا فلسطين جزء من بلاد الشام. توثيق الأكلات الشعبية، مثلا هم حاولوا ياخذوا الفلافل ما قدروا لأن الفلافل فلسطينية، الزعتر، الملابس ما بيستطيعوا. احنا من خلال الفن وابراز المراه الفلسطينيه اللي لابسه الثوب المطرز بالخلفيات المطرزه بتدخيل، يعني في انا شفت بعض الفنانات والفنانين رسمين مدخلين التراث بالبيوت، فهذا تطور. خطوة جدا جميلة أستاذ محمد لتوثيق الرموز الفلسطينية، ودائما عم يكون في محاولة طمس لهي الرموز والآثار، ولكن اليوم أنتم كرسامين وكأدباء اليوم عم نشوف اليوم تحدي جدا جميل منكم لإثبات الهوية الفلسطينية. نتشكر حضورك لليوم، وقتنا هيك دائما بيمضى معك بسرعة كتير كبيرة. شكرا لإلك. شكرا لكم، صباح الخير للجمهور اللي شاهدنا اليوم. شكرا لإلك، بقية نهار حلو لإلك أستاذ محمد.